السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم النهاردة 22 رمضان، خلاص كده رمضان قرب يخلص. بعود الايام، اللهم بلغنا ليلة القدر. يا جماعة اجتهدوا في الايام العشرة الاواخر دي من رمضان، لازم نجتهد عشان رمضان خلاص هيخلص، وعايزين نطلع فايزين ما نكونش خسرانين. ونحمد ربنا على اي شيء، وكل سنة وانتم طيبين. وده افطارنا النهاردة، يا رب يعود علينا وعليكم الايام بالف خير، ودايما نشكر ربنا على نعمه، لان كل ما بتشكروا ربنا كل ما ربنا بيزيدكم من النعم، ونعم ربنا كتير لا تعد ولا تحصى. ولازم نتأمل في كل الخيرات وكل النعم اللي حوالينا، ونبص في النعمة اللي في ايدينا، ما نبصش في نعمة تانية تكون عند حد تاني ونكون متغفلين عنها. يعني كل نعمة من النعم اللي ربنا مديها لنا لازم نشكره عليها. اللهم جمعنا جميعا على خير بإذن الله، ويا رب يجمعنا جميعا ونتجمع كلنا على احسن حال ان شاء الله، ويحقق كل اماني، اللي كل محتاج اي امنيه ربنا يحققها له في الايام دي. يا جماعه لازم نكسر من الاستغفار، ولازم نكسر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتر من الدعاء. الدعاء نزود الدعاء جامد في الايام ديت، وعسى ان يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وكل سنه وانتم طيبين.